ومعنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من الدوحة الكاتب والباحث السياسي دكتور لقاء مكي. مرحبا بك دكتور لقاء معنا. إذن بومبيو في العراق في زيارة مفاجئة بعد أسبوعين من زيارة ترامب، كيف تقرأ هذا الحراك الأمريكي المتتابع؟ دكتور لقاء مكي تسمعنا؟ ألو؟ نعم تسمعنا أنت على الهواء دكتور لقاء. أي نعم نعم. إذن كيف تقرأ هذا الحراك الأمريكي المتتابع بعد زيارة بومبيو إلى العراق؟ زيارة بومبيو جاءت في إطار طبعا زيارة للعموم المنطقة جولة، لكن بالتأكيد زيارة للعراق ربما ملفاتها تختلف عن الملفات الأخرى اللي سيبحثها في المنطقة. أعتقد أن الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة أو في العراق تحديدا حددها الرئيس ترامب حينما زار قاعدة عين الأسد مؤخرا في أعياد الميلاد، وأكد أنه لن ينسحب من العراق وأيضا المعلومات المتواترة عن أن القوات المنسحبة من سوريا تقيم في قواعد أمريكية داخل العراق. هذا أعتقد الأمر أصبح يعني هو السائد الآن. الولايات المتحدة لا يمكن أن تفرط بالعراق في جزء مهم من الاستراتيجية العامة لها في المنطقة. هي بالتأكيد مختلفة عن سوريا في كثير من الأمور للعراق، ولكن العقبة الأكيدة هي بالتأكيد الوجود الإيراني الذي يدعي كما سمعنا مؤخرا كثيرا عن مواجهة القوات الأمريكية والقواعد الأمريكية. باعتقادي ما زالت إيران أو البليشيات المرتبطة بإيران تدعي ذلك دون أن يكون لها أي أجندة لمواجهة الولايات المتحدة. هي هددت ميليشيا الحشد باستهداف هذه القوات دكتور. نعم. دون العودة إلى الحكومة، ولكنها لن تفعل شيئا. هذا مؤكد، لن تفعل شيئا، هذا كله مجرد تلويح. وأيضا الولايات المتحدة لن تخوض حرب ضد إيران في العراق. أظن أن عملية تبادل الأدوار حتى وإن لم يكن علنيا سيمضي بشكل أو بآخر، حتى وإن كان هناك شد وجذب بين طهران وواشنطن. الآن دكتور لقاء مع الحديث عن الانتشار الأمريكي في العراق، عادل عبد المهدي قال إن هناك قلة في أعداد القوات الأمريكية في العراق، ولكن لجنة الأمن البرلمانية قالت إن هناك زيادة في أعداد القوات. والله شوف، اولا عدد القوات الامريكيه في العراق غير معلن، رغم انه الحديث قبل كل هذه الكلام المتواتر في الوقت الحاضي كان يتحدث عن حوالي 6000 جندي معظمهم مستشارين ولكن بينهم قوه قتاليه. الوجود الامريكي بالتاكيد لم يعد كما كان سابقا، وجود بالنهايه لن يكون قادر على احداث تغيير على الارض. ان اراد لابد دعمه بقوات إضافية وتركيزه على القوات الجوية، والقوات الجوية لن تؤثر على الأرض، يعني بالنهاية لن تمسك الأرض. لذلك الاستراتيجية الأمريكية في العراق ما زالت متحددة بحجم القوات، وإذا ما أرادت الولايات المتحدة تغيير هذه الاستراتيجية بطريقة هجومية، يعني استعادة العراق من إيران إنجاز التعبير، فعليها أن تضع قوات قتاليه كبيره، وهذا لن يكون مخفيا، يعني سيكون واضح، والولايات المتحده لن تكون قادره على انكاره او اخفاءه. هل هذا متوقع دكتور لقاء؟ والله هذه مساله تتعلق برغبه الولايات المتحده بالسيطره على الارض. ان تمكنت ايران من اقناع واشنطن بان مصالحها لن تمس في العراق، حين ذاك لا اعتقد ان واشنطن ستبادر الى اي نوع من انواع المغامره، لان اي حرب او مواجهه عسكريه يخسر فيها جنود امريكيين سيكون الملام. اعتقد ان ترامب لا، اي رئيس امريكي لن يريد ذلك طالما ان المصالح الامريكيه محفوظه. وهذه البراغماتيه الايرانيه بالمناسبه مارستها مع بوش الابن ومع اوباما ونجحت. أعتقد أن الأمريكان ما زالوا ضعفاء في العراق نسبيا. لأنهم ليس لديهم استراتيجية وليس لديهم مشروع واضح وأيضا قوة تنفيذية أو نفوذ كبير في العراق. أعتقد أن الأمر
ما زال يعني بالنسبة للأمريكان يحتاج إلى شوط كبير. نعم. لكن إن أرادوا ذلك، إن كان العراق ضد استراتيجية الأمريكية أصبح بوضع مختلف، لا سيما في إطار التقسيم الإقليم الجديد، أعتقد حين ذاك لا، الأمور ستختلف. وأظن أن الولايات المتحدة ستقوم بعمليات معينة. نعم. يعني ربما تمس بصميم الوجود الإيراني في العراق. رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي اتهم حكومة المالكي باستدعاء القوات الأمريكية إلى العراق، ما دلالات هذه الاتهامات المتبادلة وهل لها قيمة؟ يعني اتحال تدرج هذه التصريحات من ائتلاف النصر ردا على اتهامات من أيضا التحالفات نفسها يعني قريبة من العبادي يعني المالكي بأنه هو الذي استخدم الأمريكان تحديدا من الميليشيات. هو يحاول أن يبرر نفسه من ذلك، وطبعا الناطق باسم المالكي أصدر بيان معاكس واتهم فيه العبادي بأنه هو الذي استخدم الأمريكان وفرط سياسة العراق. لكن أنا أشير إلى ملاحظة، يعني سواء كان العبادي أو المالكي هو من جاء بالأمريكان إلى العراق، فكلاهما من قيادة حزب الدعوة. هذا معنى أن حزب الدعوة هو من جاء بالأمريكان إلى العراق، وهو الذي فرط بالهيبة والسيادة كما يدعون في بيانات. فبالنتيجة كلاهما واحد، يعني سواء هذا أو هذا. إحنا بالنسبة لنا يعني أعتقد أن الرسالة واضحة، سواء كان العبادي أو المالكي فكلاهما ينبعان من نفس الحزب. نفس يعني السفينة والمركب، كلاهما بنفس القارب. نعم. نعم، شكرا جزيلا لك من الدوحة الكاتب والباحث السياسي دكتور لقاء مكي.